ان انا اخسر معسكر كويس زي ده تمام، واخسر بطوله مهمه زي افريقيا. بس الحمد لله الواحد دايما بيقول الحمد لله الاصابات دي بتاعت ربنا، الحمد لله انها بتيجي في حاجات بسيطه يعني عملت حاجات كتير ما تخيلش. لكن ساعات يعني ساعات الموضوع بيبقى ماشي معاك بشكل كويس، وساعات تفوق تلاقي حاجه موقعاك تاني، تفوق تلاقي اصابه، تفوق تلاقي مشكله. لكن انا وصف امكانياتي ولا يفرق معايا اي حاجه ولا الكلام ده في دماغي خالص يعني. وانا لو مش في النادي الاهلي هنا هطلع لاوروبا واكمل، مش في دماغي خالص. انا عايز العب كوره وعايز استمتع بالكوره مش شرط، لكن انا مش مجرد انا اقول لك حاجه. لو راجل عايز ياكل عيش وراجل عايز يدور على الفلوس والكلام ده كان عندي سكك تاني خالص غير النادي الاهلي. لكن الواحد عايز يلعب في نادي كويس، عايز يعمل اسم وتاريخ لنفسه ويحقق بطولات مع النادي، عشان كده اختار